هاي الأرض كانت من أخصب التراب للزراعة، فقدت أخ عزيز جار صديق ودود، شوفه مشاركني بكل شيء حتى بضحكتي، لأن ما مشارك أحد بضحكتي إلا مقابل هالقاع هاي الجردة. بسرعة أخوي بسرعة، ترب 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 ترب. لحظة يا ولد، لحظة لحظة. يلا عيني بسرعة بسرعة. هسه درجة الحرارة عالية، يعني اليوم أبسط مثال اليوم 56، يعني ذاك اليوم عبرت يمكن 60. الله يخاف من صدق، الله يعز من ولدي، الأرض أعز من الولد. تحولت إلى أراضي جرداء، وربما تحولت إلى أراضي سبخة. سببها طبعا المناخ، ارتفاع درجات الحرارة، زحوف المناطق المناخية. عملية الزراعة بيها هي مراهنة على المجهول، لأنه ما نتوقع أن تستمر المياه، وهسه دليل واضح جدا، هذا المي إذا ما إجانا خلال 10 أيام، يوم إلى 10، هاي كل شيء ما نحصل من عدها، حراثة. الله يخاف من صدق، الله يعز من ولدي، الأرض أعز من الولد. بس أنا شعوري أريد هاي الأرض اللي غذتني وربتني، أريد أتكون فد متنفس إلي، متنفس أطلع بالأرض شوف الخضرة شوف المي. ما أنا أعتقد قمة المتعة هاي اللي يعيشها الإنسان، قمة المتعة اللي يعيشها الإنسان. بسرعة أخوي بسرعة، ترب 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 ترب. لحظة يا ولد، لحظة لحظة. دوامي ضمن تقاطع الأندلس بالكرادة، هو تقاطع مهم كلش، يعني يعتبر مركز مدين. يا بتاش قلت لك أنا، يلا عيني. تكون إذا مو مئات السيارات آلاف السيارات. الكثافة المرورية العالية يصير على المرور لازم يصير انتباهه 100 100. شلون أخوي؟ زين إن شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك أبو كرار. فهاي نشوف بها صعوبة كلش، لأن شنو نظل تحت أشعة الشمس واقفين في سبيل السيطرة على التقاطع، ما يصير فوضى. يلا عيني يلا أخوي بسرعة 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 بسرعة. هسه درجة الحرارة عالية، يعني اليوم أبسط مثال اليوم 56،
يعني ذاك اليوم عبرت يمكن 60. اسرع اخوي اسرع 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 اسرع. وعد اليوم على خير وسلامه والحمد لله، لا صار حادث، لا صارت مشكله، لا صار تجاوز، لا صار هذا اليوم يكون لطيف. يجوز حتى بالليل هيك اشر حركات مال المرور وانا نايم، يجوز ما ادري. اليوم احنا في نهاية جني المحصول، محصول الحنطة والشعير اللي ابتدأ منذ 6 أشهر مضت. شوف هسه لنا النبتتين، هذه يفترض وضعها طبيعي وهذه تحجمت. هذا هسه نشوفها أطول لكن هي في وضعها الطبيعي تكون ضعف هاي. بسبب الظروف قلة الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، عدم وجود وارد مائي، انخفضت الغلة إلى أقل من 500. ناقصاً المصاريف 90 يعني المحصول صفر. أنا مو قلت لك هذا هسه هذا البيت هذا احنا هسه منطقة زراعية لحد الآن أنا عالم من عنده ومطلوب علي. زين أنا قاعد أشتغل أنا بإيدي في سبيل شنو أوفر المال. العمالة بالجودة صعوبة خاصة بدرجات الحرارة العالية. في المستقبل بويا خليك تذبح البيت مالك. عادي عادي. بس بيوم ويتي. والله هذا القاعم وهذا حاط تشوف هاي الخيمة هاي واحنا جواها. بيناتنا وبينها بس الخيط هذا. لان احنا من كان الماي دولة موجود المفروض نزرع نزرع مختلف المحاصيل. حلالنا عايش احنا عايشين دخلنا المادي زين عسى احنا معك جفاف بس رحمة الله. بشرنا إن شاء الله سنة أكو مي لزراعة الموسم الشتوي وهذا ما ينتظروه جماعتنا. أبو علي هذا حال دجلة اللي هسا ممكن أنا وياك الآن أعبر منها ما انغرق بيها. مستوى الماي يصل الى الضفاف. المي هذا مي هسه صافي، هذا ما كان يجي ماي دجله صافي ابد. لهله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
المشكلة شنو؟ أنه ما ينطونها منسوب أكثر من 20-40 في كل الأحوال. فريد تدخل من جنابك ومديرية الموارد المائية الدور. إحنا إذا أعطيكم مختصر عن الوضع المائي بالعراق، إحنا هاي تعتبر من السنين الشحيحة. عندنا إيراداتنا في دجلة والفرات انخفضت تقريباً 50% هذا العام عن العام الماضي. السبب الرئيسي هو موضوع التغيرات المناخية اللي موجودة، يعني يمكن ما مر على العراق سابقاً. إحنا نحس أنه أكو حصة مائية قليلة للعراق كله، وإحنا ضمن هاي المشكلة. أنا أعرض طبعاً على الدوائر ذات العلاقة، وراح تكون بإجراءات بإذن الله عاجلة جداً. عباس هو مدلل العائلة هنا عندنا. شنو هو؟ رياضي، يلعب طوبة، يحب الطوبة ولعبة حلو. والجو دائما الجو الحار يبعد النفس من اللاعب، تحس نفسك عطشت اطلع اكو مي هنا تشرب مي وترجع تلعب ارتاح وعلى راحتك ماشي. واريد اشجع هنا اسوي له يعني واحس اسوي له عزيمه. ارجع 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 يلا عبوسي اقطعها حبيبي اقطعها. التيار الكهرباء اللي قطع هسه لحظات ان شاء الله. الله حيهم الله حيهم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. والبارحة رحنا على البغداد بعض الأخوة لقاء وهي المتحدث باسم وزير الموارد المائية. احنا محرومين، احنا من الكهرباء من الماء كل شيء ماكو. قال هاي اعتبرها نافذة. قلت له ولا تجاوزت ال 15/8 20/8 ما تقدمنا بعد. جفاف ماكو مي. هاي الارض من التسعين هاي النورية ميتة هاي. زرع ماكو. واتم الخير من اللي وعدنا به. وما قدامنا غير الانتظار. دائما الإنسان يرغب أن يكون ابنه الوحيد أفضل من عنده. أنا واحد من ولدي هسيتي شو يقول لي؟ يقول لي بابا فكني من الزراعة على أنه السنة الجاية أتحمل مسؤولية البيت لمدة سنة، يعني أخفف عنك حمل البيت مصرف البيت كله عليه. قلت له والله لو ضاعف هذا المبلغ ما خليك تعوف الأرض، لأن مثل ما رباني أبوي على حب هاي الأرض الآن أنا أجبرك، لكن من أموت أو يقدم بيك العمر تقول كان أبي على حق.